انا عايز اسال حضرتك طلب يا استاذ وعد انت والاستاذ ميسم. انا بقالي فتره بستمع لحضرتك انت والاستاذ ميسم، فياريت تسمعني واطلب منك طلب انك تسمع الحلقات دي بدون رد الاستاذ ميسم على اللي انا بسمعه بقالي كام يوم عن الاله. هتلاقي تحديدا الاله عندك كمستمع يعني بايد وبرجل وبعين وبشفايف وكل حاجه فيه، واستغفر الله العظيم من ما قلت، يعني غير انه اله ممسوح يعني ما بيخلفش. الاخوه اللي صبنا عزوم اكملوه جعلوا بيخلف انسان عادي جامد جميل يعني، والمكان بتاعه بقى ما انت عارف يعني حددوا حاجه، استغفر الله العظيم من الكلام يعني. كل حاجه بيقولوها في الكام حلقه دول تصدقني اقسم بالله عباره عن شخص، مع ان رب العالمين في القران بيقول افلم نذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا مذكورا، والله ليس كمثله شيء، ولقد خلقنا بني ادم وقربناهم على كثير ممن خلقنا، يعني بني ادم في اقرب منهم عند الله رب العالمين. اللي بيقول ليه رب العالمين يعني كل خلق من خلق رب العالمين هيتشبه برب العالمين، يبقى رب العالمين الملائكه اولى تشبه رب العالمين بيهم ذوي اجنحه مثنى وثلاث ورباع، ولا الخلق ان احنا ما نعرفوش يعني الحمد لله على 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 على, على, على ان الواحد عرف الابناء المعصومين، الحمد لله الواحد عرف مذهب الامام علي، مذهب الامام جعفر، ان رب العزه ليس له شبيه. على اي مبدا وعلى اي اساس انت لما تحسب العقيده بتاخد الناس انها تعبد اله من عجوه يعني، وكاننا برجعنا لزمن الجاهليه بنحسب بنعمل اله الهنا هوانا. ولو كلمت اقول لك الاحاديث، ولو جيت تشوف الاحاديث احاديث كلها متناقضه، واحاديث كلها كل الهم منها انها تخرج للمسلمين من اصل العقيده. هتلاقي الاله مشوه والرسول مشوه والصحابه مشوهين، والحلو فيهم هو اللي قدم الضرر. يعني انت لو بتحسب العقيده اللي احنا بنتكلم فيها، اله مشوه ونبي صلى الله عليه وسلم مشوه، والصحابه الكرام اللي هم الكرام اللي هو امثال مثلا الامام علي، امثال سيدنا عمار، امثال سيدنا عبد الله بن سلام، الناس اللي امنت سيدنا سلمان المقداد عمرو بن حمص الخزاعي، الناس اللي هم الصحابه الحلوين قوي الجمال اللي هم اتبعوا الدين منسيين وعليهم نقد. نعم. والصحابه اللي هم عماد اللي عملوا الحرب والقتل والذبح وكانوا رؤوس الناس، هم منهم المبشرين ومنهم القاده ومنهم عقيده جميله. يعني الاخ عمار ده بيتكلم يقول لك احنا ثبت على رسول الله، ادرك ان رسول الله يقول المهزله دي. اي مهزله في الاله؟ اي مهزله في الاله؟ انت جايب لي اله انا هعبد واحد انا ما شكله؟ وبعدين خلق نبي الله ادم انت عندك اهل السنه مختلفين فيه، وبعض الناس قالت لك نبي الله ادم مش اول خلق البشر، رب العالمين اصطفى ادم من خلق البشر، واختلفوا في قضايا انسانيه، ان مثل عيسى ابن مريم كمثل ادم. اقدر شبه لي كده المثل ده يجي ازاي عند اهل السنه؟ خلي واحد يعرف يدل على المساله دي، خلي واحد يدلك انت ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب، صح ولا لا؟ مش ده القران؟ نعم. اثبت لي بقى عيسى كمثل ادم، مع ان سيدنا ادم انت بتقول خلق الله على شكله، وسيدنا عيسى ربنا خلقه على شكله. على اي اساس الكلام بتاعك انت في التشبيه؟ على اي اساس؟ كل ما رب العالمين يخلق نوع من الخلق يشبه نفسهم بالله، يبقى على كده بقى استغفر الله العظيم يعني، ما انا مش يعني الواحد يقول كلام كفر يعني، ويطلع واحد يجادل ويحارب على كده. الاخ عمار ده على فكره هو ابو عائشه يعني ما بيحاربوش في اصل العقيده، يعني ما بيحاربوش عن الله، ما يحاربوش عن رسول الله، وانا مع احترامي ليهم يعني لهم كف الاحترام وكف بالتقدير. كل حروبهم عن حاجات هويه، يعني تلاقيه يحارب عن صحابه قتله، يحارب عن ابو بكر ضد سيده فاطمه، كانت حلقه يعني اللي انت عملتها اول امبارح حلقه عظيمه، كانت اول امبارح اول اللي دخلت فيها المهاني ديت ولا المهاني. نعم. انا مش فاهم انا اصل الموضوع عندك يا استاذ وعد يعني ما والله ما عارف. انا ما مش قادر استوعبها ان انا كنت على العقيده دي انا وكتير امثالي بيسمعوا من اله ابو صابع ويتجلى على الجبل بنص اصبعه. انا صراحه اول مره اسمعها من استاذ ميسم، ربنا يحفظه يا رب. يعني انا اعرف ان رب العزه تجلى على الجبل، بس ما اعرفش ان في الكتب طلع اصبع. انا اعرف من عائد القرني تمنى يقعد يقول لك الاله له ايدين وكلتا يديه يمين، وقلت ده كلام تخريب، لكن صح الباقي ده اصل العقيده كده. يعني انا كنت اعرف في الكلام ده بسمعه من زمان، يعني له يدين وكلتا يديه يمين. اريد ان اسالك نعمل بوزح اصبي يعني ونعمل بقى ونعمل هل اريد ان اسال محمد هل انت شيعي ام سني؟ نعم. هل انت لا انا حاليا شيعي وبتشرف، حاليا شيعي وبتشرف،
انا بعد اللي انت بتقوله ده عن اللي انت بتتكلم فيه اخ عمار الله. مع كامل احترامي ليه انا وجودي على السنه انا بالنسبه لي بغفر انا بالنسبه لي انسان هاوي ازاي رب العالمين انزل القران تبين لي كل شيء وانا مش عارف اعرف الهي الهي بينزل لي ويطلع لي وعلى اي اساس وبغفر بيها والحمد لله انا عرفت واحد موجود في كتب الشيعة ان الله يصعد وينزل كتب الشيعة على فكرة أساس المنهج فيها بص كتب الشيعة أساس المنهج فيها من تعارض أي قول ضد القرآن فاتركوه قول آل البيت قول القرآن قال ما أخذتموه عنا ورأيتوه يعارض القرآن فاتركوه اضربوا به عرض الحائط عندك أهل السنة لا عندك أهل السنة لا وأيضا عندنا ما يتعارض مع القرآن لا نأخذ فيه انت عندك البخاري اصح كتاب انت عندك البخاري كل انت المنهج اصلا قايم على البخاري منهج اهل السنه قائم قايم على البخاري منهج اهل السنه قائم على البخاري يا استاذ عمار يا استاذ عمار لا يوجد في البخاري ما يعارض القران واتحداك اصلا الشيعة ليس عندهم كتاب صحيح نحن عندنا كتاب صحيح الشيعة لا يمكن حتى كتاب هو اللي الاخ وعد كل يوم بيجيبوا لك ده الاخ وعد بيجيبوا لك كل يوم ده بيجيبوا من كوكب تاني بيجيبوا من المريخ بيجيبوا من البخاري من البخاري ومسلم وكتب السنة الصحابة هي تفسيرات خاطئة فقط نعم هي التفسيرات اسمع التفسيرات اللي هو بيقولها موجودة على التلفزيون يا أخ عمار أربع أو خمس روايات اللي يطعن فيها خمسة من أخ عمار كل الكلام اللي بيقول ما تاخدش الحال ما تاخدنيش بالصوت اسمع مني بس كل الكلام اللي بيتقال في القانون على الاستاذ وحده لماذا ليس عندكم كتاب روايات صحيح لماذا عدم امتلاك كتاب صحيح هذا دليل انه لا يوجد روايات صحيح ليش كتاب صحيح انا عندي مرجعيه القران احنا جاوبنا عن هذا السؤال انت تقول معصومين تكلموا بالقران احنا جاوبنا عن هذا السؤال قلنا لكم اعطونا ان النبي صلى الله عليه واله امر بان نكتب كتابا صحيحا او ان الصحابه عندهم كتاب صحيح ونحن نعمل لان كل ما ليس ما عليه الصحابه عندكم رد الصحابه لو كانت موجود عندنا موجود يلا طينا الرسول يقول بلغوا عني ولو اي شو ما بلغوا عني بلغوا احاديثي نعم. بلغوا احاديثي نعم اي وين قال سوى كتاب اسمه صحيح؟ بلغوا وين موجود كتاب صحيح؟ اسمع مني يا اخ بالمناسبة هذا الحديث بالمناسبة يا اخ محمد بالمناسبة هذا الحديث هو قال بلغوا عني ولو آية وبتر الحديث انا اتذكر بداية الحديث انه اخبروا عن اليهود ولا حرج وبلغوا عني ولو آية أخبروا عن اليهود أظن هكذا ولا حرج صح لو لا عمار وبلغوا عني ولو آية صح عندنا بلغوا عني ولو آية لا 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 لا, لا قبلها قبلها قبل هذا الحديث يا أخ عمار أنت قطعت الحديث بابا أنا شيعي وأحفظ حديثكم أحسن منك أنت لما قلت بلغوا عني ولو آية تفضل كمل محمد بالمناسبة هو قطع الحديث إخواني لأنه أخبروا عن اليهود ولا حرج وبلغوا عني ولو آية تفضل أخونا وماذا شو نخبر عن اليهود والسند منقطع خلتني الوقت متيقن من عقيدة الشيعة اللي هي كتاب الله وعترته لأن احنا لما خدنا بالسنة دخلنا في مداها وكلها تناقض لما دخلنا في السنة اللي بيقول كتاب الله وسنتي أكبر دليل على تناقضها وأكبر دليل على فشلها وأكبر دليل على أنها مكذوبة انهم طقين وبيعين دين وبيعين زمم وعدمات زمم بلغوا وتولوا حق السلف وطمع كل القصص اللي يا سيد الفاضل كل ده كلام كذب دلوقتي معاكي النبي لما قال كتاب الله وعطرتي قال لك عطرتي على اساس اللي هم موازين للقران اي نعم ان شاء الله الان القران وتفسير البيان اتفضل استاذ واحد اقدم انا قاعد معاك اهوت انا متشرفت بيك كل عام وانتم بخير الله يبارك فيك شكرا لكم اخونا محمد شكرا لكم